الروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها أمين. كل سنة أنتم طيبين. النهاردة ليه بقول النهاردة؟ اللي يعرف فيكم يبقى شاطر. أما نشوف كم حد رفع إيده بس الأول. اللي فوق معانا برضو ممكن يشارك. طب قول يا اللي فوق انت. البشارة والميلاد والايام النهاردة مظبوط. انا عايز اللي فوق يبقوا برضو معانا يعني موجودين مشاركين. كنيستنا بتحتفل كل يوم 29 في الشهر القبطي بثلاث أعياد مهمة جدا، ثلاث أعياد سيدية كبرى: البشارة والميلاد والقيامة كل شهر. طيب القراءات التي تقرأ في اليوم ده بتبقى قراءات ايه؟ ده سؤال تاني يعني ايه مستوى أعلى شوية من اللي فات. ايه هي؟ لا مش سامعك. انا مش سامع، تعال هنا قول. لا ايه ايه صح. يبقى يوم كام البشارة؟ بتبقى يوم ايه هذه البشارة؟ امتى؟ بس انت قلت صح يا ابني انك حاضر النهاردة، واضح كنت حاضر القداس النهاردة. قول يا اللي ورا خالص. نعم 29 برمهات صح. فتقرأ فصول 29 برمهات في كل يوم 29 في الشهر القبطي، لأن بنحتفل فيه بالبشارة والميلاد والقيامة. في ما عدا شهرين بس في السنة اللي هم ايه؟ قولي اللي ورا انت. مش سامع يا ابونا بتقول ايه؟ طوبة وامشير صح. طب فيكم ناس شاطرين برضو، فعشان كده اللي حضر فيكم القداس النهاردة بيلاحظ كذا حاجة. اولا تقرأ فصول 29 برمهات يلاقي طقس القداس بالطقس الفريحي باللحن الفريحي. المزامير تصلى لغاية الساعة السادسة فقط رغم النهاردة الجمعة، وبالتالي ما بيبقاش فيه صوم انقطاعي. بنصوم عادي لكن ما يبقاش صوم انقطاعي. ده طقس عيد البشارة والميلاد والقيامة من كل يوم 29 في الشهر القبطي. أنا أحب شعبنا كله يبقى عارف الحاجات دي وحافظها، ولا سيما بقى المرشحين ان هم يبقوا خدام وخادمات. لازم الحاجات دي تكون معاشة، الواحد يحضرها ويمارسها ويبقى حافظها، لان الحاجات المعاشة لابد تكون محفوظة. احنا درسنا لغاية دلوقتي كذا موضوع وقربنا نخلص. خلصنا الأغلبية، خدنا عقيدة الفداء في دراستنا للاهوت العقيدي. درسنا عقيدة الفداء وعقيدة التجسد ولاهوت السيد المسيح وعقيدة الثالوث القدوس، مش كده؟ تابعتوا اللي فات؟
النهاردة بنعمة ربنا هندرس موضوع جميل قوي لأنه معاش كلنا بنمارسه وبنعيشه في حياتنا الروحية، وهو موضوع عقيدة الشفاعة. عقيدة الشفاعة يعني ايه؟ كلمة شفاعة الأول، يعني ايه شفاعة؟ ايوه يا ابني، لا بس علوا صدقه شوية. يتوسط لك، يعني حد ايه؟ يتوسط، وفي معنى اخر بمعنى الالحاق. الالحاق يعني ايه؟ لما واحد مثلا يقدم على طلب او وظيفة او حاجة، يقدم الطلب مشفوع بشهادة خبرة، بتزكية، مش عارف يعني ملحق بيه، حاجة تعضده، تعضد الطلب وتقويه بزيادة. ده من الناحية اللغوية. طبعا الموضوع ده موضوع احنا بندرسه حاجتين مع بعض، كلاهوت عقيدي ويندرج ايضا تحت اللاهوت المقارن في الفروق بيننا وبين بعض الطوائف ولا سيما البروتستانت. احنا نؤمن بالشفاعة وهم ما يؤمنوش بالشفاعة، او الشفاعة عندهم بمفهوم معين. فعشان كده اهمية الموضوع ده ان هندرسه السنة دي، بس كان مفروض اما هتاخدوا السنة الجاية في المرحلة التانية لاهوت مقارن، بيبقى من ضمن الفروقات موضوع الشفاعة. فاحنا هندرسه كويس المرة دي النهاردة، وبعد كده يعني ممكن مش هنحتاج ندرسه في المرة الجاية، في السنة الجاية، على اساس هتبقوا درستوه. اخواتنا البروتستانت بيخلطوا بين أنواع الشفاعة. تيجي تقول لهم احنا بنتشفع بالست العذراء وبالقديسين، لا 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 لا، مفيش شفيع غير واحد بس. وممكن يجيبوا آية من الكتاب المقدس، ايه هي؟ يقول لك ده القديس يوحنا يقول ان أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، ده هو كفر الخطايانا. ده الكتاب اللي بيقول كده. طب اللي بيقولوه ده صح ولا غلط؟ لو احنا بنتكلم على الكفارة والفداء صح، لأن الشفاعة أنواع. أول نوع من الشفاعة، خلي بالكوا بقى، يبقى الشفاعة كذا نوع، ثلاث أنواع من الشفاعة. أول نوع هو الشفاعة الكفارية، اللي هي المرتبطة بالفداء، زي ما درسنا عقيدة الفداء، ليس بأحد غيره الخلاص. ودي مين اللي يقوم بيها؟ مفيش غير ربنا يسوع المسيح نفسه، ليس بأحد غيره الخلاص. معلمنا بولس الرسول برضو يتكلم ان هو يوجد
إله واحد هو الوسيط بين الله والناس، وهو الإنسان يسوع المسيح، فهنا عجيب قوي يقول يوجد إله واحد وسيط بين الله والناس. مين هو الواحد دوت؟ الإنسان يسوع المسيح. طب ده انت بتقول يوجد إله واحد هو الوسيط، الإله الواحد ده هو مين؟ الإنسان يسوع المسيح. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن لاهوت السيد المسيح، وإذا بيتكلم أولا عن الشفاعة الكفارية، وبيعلن أن السيد المسيح الله الواحد الإنسان يسوع المسيح، يعني هو الإله المتأنس. الإله المتأنس هو ابن الله وابن الإنسان في نفس الوقت. فدي النوع الأول اللي بنقول عليه الشفاعة الإيه؟ الكفارية. وده الموضوع ده درسناه بالتفصيل لما درسنا عقيدة الفداء، إن ما كانش حد ممكن يفدي الإنسان غير السيد المسيح، وهذا هو الشفاعة الكفارية. دي أول نوع. تاني نوع من الشفاعة شفاعة الروح القدس أو البراكليت المعزي، إن كلمة باراكليتوس تعني معزي أو شفيع أو معين، كلمة باراكليت. طب إزاي الروح القدس بيشفع فينا؟ في آية حلوة جدا في رومية 8، معلمنا بولس الرسول يقول إيه؟ يقول وكذلك الروح أيضا يعين ضعفتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. هنا الشفاعة الروح القدس بمعنى المعونة والمساعدة. زي ايه الآية دهيت يا ولاد معناتها ايه؟ يعني احنا بنقف نصلي نقول له اهدينا الى ملكوتك، اجعل لنا نصيب في ملكوتك يا رب، وبنشتاق للملكوت. طب حد فينا شاف الملكوت ده؟ حد عارفه؟ ده معلمنا بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة اللي هي الفردوس، اللي هو أقل من الملكوت، وحب يوصفه قال ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله لمحب اسمه القدوس. طب ازاي انا هشتاق لحاجة وانا مش عارفها، لا شفتها ولا سمعت عنها ولا تورد على بالي؟ زي ما يكون اكلة حلوة كده، واحد يقول له واحد، نفترض واحد ما كلش الشوكولاتة ابدا خالص، عمره ما كلش شوكولاتة. اتنين كده مع بعض، واحد يكون كلها وبيحبها، يكون طفل كده، نقول له لو عملت كذا
هنجيب لك شوكولاته حلو. هيجتهد عشان ايه؟ ياخد لانه دقها وعارفها وعارف انها حلوه قوي، فهيبقى عايز ياكل منها تاني. لكن لو طفل غلبان ما يعرفش حاجه عن الشوكولاته ونقول له الشوكولاته هيحس بيها؟ ده يمكن لو جبنا له حاجه افقر بكتير بس يكون دقها يكون لها تاثير اكتر. او احنا كده تبص نلاقي بنشاق للملكوت. طب احنا شفناه؟ طب ايه اللي بيوجد فينا الاشتياقات دهيت؟ الروح القدس. عشان كده يقول نحن لا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هو اللي بيوجد فينا الاشتياقات. ويوجد فينا يدفعنا العمل البر، يبكت على بر وعلى دينونة وعلى خطية بيعمل فينا. فده نوع من الشفاعة نسميها شفاعة الروح القدس المعزي أو المعين. يبقى أول حاجة في شفاعة كفارية، تاني حاجة في شفاعة الروح القدس المعزي أو المعين. دول اللي بيؤمنوا بيهم البروتستانت ويفهموا الشفاعة إن هي كده الشفاعة بس. لكن في نوع تالت بقى من الشفاعة اللي هي الشفاعة التوسلية. الشفاعة التوسلية اللي هي بنتشفع بيها بالملائكة والقديسين. احنا عارفين ان اي عقيدة عندنا بيكون اساسها ايه في البداية او في الاساس؟ الكتاب المقدس. طيب ايه اساس الشفاعة دهيت في الكتاب المقدس؟ كتيرة، وفي طقوس الكنيسة كتيرة. هنتكلم على أمثلة وردت في الكتاب عن الشفاعة بأنواع مختلفة. هنمسك حاجة حاجة. نمسك مثلا شفاعة الملائكة. الكتاب يقول الملائكة هم أرواح مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص. ونلاحظ في الكتاب في سفر الرؤيا يقول يرفعون صلواتنا مع البخور أمام الله. ياخدوا الصلوات ويرفعوها ايه؟ لفوق. ونلاقي مثلا في العهد القديم، فاكرين هاجر لما خرجت من عند ابراهيم وتاهت في البرية وعطشت، ربنا ارسل ملاكه وارشدها. يعني في علاقة بيننا وبين السمائيين الملائكة. سدوم وعمورة لما ربنا قرر انه يهلكهم وقبل شفاعة ابراهيم قعد يفاصل معاه، لكن بعت مين؟ ملكين هم اللي يقوموا بالمهمة دهيت. الملائكة اللي كانوا لما شعب الله جه يخرج من أرض مصر حجزوا ما بينهم وبين فرعون عشان ما يدركهمش.
الملائكة اللي ربنا خلاهم يظهروا يدافعوا عن إليشع النبي وجهزي لما شاف الجيوش حواليهم وخاف وارتعب، فإليشع طلب من ربنا أن يفتح عيني الغلام ليرى، فشاف عدد كبير من الملائكة وعرف أن الذين معنا أكثر من الذين علينا أو الذين معهم. غير الآيات اللي قلت ملاك الله حل حول خائفيه وينجيهم. حكاية طوبيا، إن كان في ربنا بعت له الملاك رفائيل حفظه في الطريق ورجعه سالم. الملاك اللي أعلن لدانيال عن الأيام الأخيرة وأعلن النبوات ومعاد مجيء السيد المسيح. الفتية في أتون النار. كل دول بتبين إن في علاقة بين البشر والملائكة، وإن الملائكة دول ممكن يكونوا في عوننا وبالتالي يمكن أن نتشفع بيهم. وده كله في الكتاب المقدس. نوع تاني من الشفاعة اللي هي شفاعة الأحياء القديسين في إخواتهم اللي على الأرض، يعني الاتنين عايشين لكن بيبقى فيهم ناس قديسين يصلوا من أجل ناس إيه؟ آخرين. زي إبراهيم ما تشفع في ابنه إسماعيل، أما ربنا بيقول له بإسحاق يكون لك نسل واجعله أمة عظيمة وكده، فبيقول له طب وإسماعيل يا رب؟ قال له هخليه برضو إيه؟ أمة كبيرة عشان خاطرك. وأبي مالك لما خد سارة وأصيب بالمرض فربنا شفاه بصلاة إبراهيم لما رد له سارة. فإبراهيم كان عايش وأبي مالك كان عايش. موسى النبي تشفع في بني إسرائيل مرات كثيرة. أليشع في المرأة شنتالد لما ما كانش عندها أولاد، وحتى بعد ما ولدت وأوم لها ابنها. الست العذراء في عرس قانا الجليل. الأربعة اللي جابوا المفلوج ودلدلوه من السقف قدام السيد المسيح. كل دول كان أحياء بيتشفعوا من أجل إيه؟ أحياء. وأحيانا الناس أحياء يستشفعوا بناس أحياء برضو. اللي فات ده كله ما كانش حد طلب منهم. إبراهيم بيطلب من غير ما ابنه يسأله، وهكذا يعني الأمثلة اللي قلناها. المرة دي في ناس بتطلب بقى شفاعة الأحياء القديسين، زي العذر الدمشقي لما إبراهيم بعته يخطب يجيب عروسة لابنه إسحاق، ولما وصل وقرب في الطريق فطلب شفاعة إبراهيم إن ربنا إيه؟ يرشده ويديله علامة. يقول له أيها الرب إله سيدي إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم باختيار زوجة صالحة لابنه إسحاق. الجميل بقى أن القديس بولس الرسول نفسه كان بيطلب صلاة المؤمنين لأجله، يقول صلوا لأجلي. بني إسرائيل كانوا يتشفعوا بصموئيل، فرعون كان بيتشفع بموسى. دي كلها شفاعة استشفاع أحياء بأحياء. أحيانا في نوع ثالث أو رابع من الشفاعة
اللي هو شفاعة الأحياء في المنتقلين، يعني الناس اللي عايشين يصلوا يطلبوا رحمة من أجل المنتقلين اللي انتقلوا. ودي اللي على أساسها ما زلنا إلى يومنا هذا بنصلي صلاة الراقدين أو الصلاة أوشية الراقدين، وتقام الذبائح لأجلهم. معلمنا بولس الرسول يقول ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس لأنه مرارا كثيرا أراحني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة. زمان يهوذا المكابي في ناس قتلوا في الجيش عنده، فجمع تقدمات وقدم ذبائح من أجلهم. ويقول الكتاب إيه؟ لأنه لو لم يكن مترجيا قيامة الذين سقطوا في الحرب يعني، لكانت صلاته لأجل الموت باطلا. فهنا في صلاة للناس أحياء من أجل اللي انتقلوا وماتوا. انت عارفين حتى في معجزة إقامة العازر مين اللي طلب عشان لأجل العازر؟ إخواته البنات. أما قالوا لو كنت هنا لم يمت أخي، طلبوا لأجله يعني، وبعتوا لمخلصنا قبل ما يجي يعني، بس هو اتعمد إنه يتأخر. فدي كلها بتبقى شفاعات، أمثلة بنقولها من الأحياء للذين انتقلوا. قديس يوحنا الحبيب نفسه يقول إيه؟ يقول نصلي من أجل الذين يخطئون خطايا ليست للموت. هل توجد خطية للموت؟ ليس من أجل هذه ينبغي أن يصلى، لكن لو خطية للموت ما ينفعش، لكن خطية ليست للموت اللي هي ربما السهوات أو الهفوات أو يعني حاجات لا إرادية أو عن غير قصد. طلب أنه نصلي زي ما القديس بولس بيصلي من أجل أنيسيفوروس، لكن يقول لو خطية للموت ما ينفعش. يعني إيه خطية للموت؟ يعني لو واحد مثلا مات وهو ناكر للإيمان ما ينفعش الكنيسة تصلي من أجله. واحد قتل نفسه أو انتحر ما ينفعش الكنيسة تصلي من أجله، لأن مات متلبس بالخطية وما كانش فيه فرصة يتوب عنها. في نوع خامس من الشفاعة. شوفوا احنا يعني أنا كان ممكن ندي الأمثلة دي عامة، لكن هنا بتتفند أنواع وأشكال الشفاعة كلها من الكتاب المقدس. شفاعة المنتقلين في الأحياء على الأرض، يعني احنا المرة اللي فاتت قلنا احنا بنتشفع من أجل الذين ايه رقدوا، لكن المرة دي اللي هم سبقونا هم اللي بيشفعوا فينا. زي ربنا ما بارك إسحاق من أجل إبراهيم أبيه، وإبراهيم كان انتقل، يقول له أكون معك من أجل أن إبراهيم سمع قولي وحفظ وصاياي. شفاعة داود
في سليمان، فربنا ما مزقش المملكة أيام سليمان من أجل داود أبيه. طبعا في معجزة كمان حصلت من الأموات، فاكرين عظام إليشع عملت ايه؟ عظام إليشع اللي هو كان انتقل، لما ميت وقع عليها قام الميت مجرد لمسها. رقم 6 استشفاع. هنا شوفوا مش الشفاعة، استشفاع يعني الناس تتشفع، استشفاع الأحياء المجاهدين على الأرض بالقديسين المنتقلين زي يعقوب ما تشفع بأبيه إسحاق، وموسى اتشفع بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول له ارجع عن شدة غضبك يا رب واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيدك. وسمع الرب له. إيليا النبي يتشفع بإبراهيم وإسحاق ويعقوب لتنزل نار من السماء عند إصعاد التقدمة، وفعلا نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة دي في ملوك الأول 18. سليمان يتشفع بأبيه داود يقول له اذكر مراحم داود عبدك. التلات فتية وهم في النار اتشفعوا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ودي تكررت كتير قوي في العهد القديم ان يتشفعوا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده تلاقوا في صلوات الكنيسة دايما نقول تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ليه احنا بنتشفع بالقديسين؟ احنا زي ما عرفنا ان الشفاعة بالقديسين مش ضرورية للخلاص، لان لا خلاص الا بدم المسيح، ولكن شفاعتهم مفيدة ونافعة، وخصوصا لما يكون احنا في حالة ضعف. احنا دايما حتى حياتنا على الارض لما يكون انسان ضعيف شوية بيحب يستند على حد قوي او حد ذو مكانة أو حد له دلة. لو واحد عايز يروح يقابل شخصية كبيرة أو له طلب بيدور مين له دلة عند الشخص الكبير دوت، يقول له ما تيجي معايا. يعني انت ما تقدرش تروح لوحدك وتطلب، يقدر بس يقول يمكن يعمل خاطر، انا يمكن ماليش وش أروح لأن يعني بأعمالي ليس لي فضائل أو يعني حاجة تذكر، لكن الشخص ده له قيمة، له تعب وله جهاد وممكن يقدروه.
فإحنا بنتشفع بالقديسين لأن إمكانياتهم أكبر مننا، دلتهم أكبر. كتاب يقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، يقول صلاة الأشرار مكرها، يعني غير الواحد لما بيكون براضي ربنا فصلاته بتبقى لها قيمة. احنا بنتشفع بالقديسين لان احنا بنتطلع للسماء، فبنعمل رابطة او بتقوي الرابطة بيننا وبين السمائيين، سواء الملائكة او القديسين اللي سبقونا، زي ما بيقول الكتاب اما سيرتنا نحن فهي في السماويات. فبتبدأ في صداقة مع الناس او مع الوسط اللي هنعيش فيه من واحنا هنا على الارض. وفي امثلة كتيرة موجودة في الحياة المعاصرة او في التاريخ الانساني لعلاقات الابرار بالقديسين، واشهرها اخيرا طبعا كلكم تسمعوا عن سيرة البابا كيرلس السادس وبعلاقته بالشهيد العظيم مريمين العجيبي، ازاي كان بيتشفع بيه وازاي كان سند ليه في حياته وجهاده على الارض هنا. قصة الأنبر ويسو الست العدرة والبابا متاوس أيضا. التشفع بالقديسين بيعبر عن روح الاتضاع. عارفين ربنا يقول إذا فعلتم كل البر فقولوا احنا عبيد بطلين فعلنا ما امرنا به. فالانسان المتضع بيشعر انه ما عملش حاجة، ملوش وش يطلب، يشعر انه مقصر في حاجات كتيرة، فيقول بلاش عشاني، عشان خاطر الست العذراء يا رب، عشان خاطر الناس اللي تعبوا وتألموا من اجلك، عشان خاطر ماري جرجس، عشان خاطر مريمينا، عشان خاطر الاباء الرسل. الروح المنصحك ده في حد ذاته بيبقى مقبول عند ربنا، زي ما المزمور بيقول القلب المنكسر والمنصحك او المتواضع لا يرزله الله، انه بيعبر عن روح التضاع. احنا بنتشفع بالقديسين لان ربنا قال كده، على فكرة هو اللي وصلنا بكده. الكتاب يقول الى اي القديسين تلتجئ، وخلى ايوب يتشفع من اجل اصحابه اللي هم كانوا قاسين عليه، وابراهيم يتشفع قال له خليه يصلي لاجلك لانه نبي. فما كان ربنا قادر يشفي أبي ملك على طول، لكن قال له خليه هو اللي ايه يصلي. فهنا برضو ربنا بيحب يكرم ولاده وأصفياءه، فإدى فرصة ان يبقى لهم دلة وشفاعة وكرامة. اما نسأل شفاعتهم ويستجيب فده تكريم ليهم، لأنه قال أكرم الذين يكرمونني. فنحب حياة الفضيلة والقداسة زيهم. استشفعنا بالقديسين بيعبر عن إننا جسد واحد. بحسب تعليم الكتاب
زي ما بيقول فإننا نحن الكسرين جسد واحد، لأننا جميعا نشارك في الخبز الواحد. الجسد الواحد ده في الكنيسة زي الجسد بيتأثر بكل حاجة، لو عضو تعب بقيت الجسد كله يهتم بالعضو دوت. الواحد لو حاجة يفضل بإيده يحاول يعالج أو يسند، كل الجسم يشعر بالعضو التعبان. فاحنا كجسد واحد فنشعر ببعض، فنصلي من أجل بعض. الجسد الواحد ده لا ينقسم حتى بعد الانتقال، كلنا جسد المسيح، سواء في ناس عايشين على الأرض ما زالوا أو سبقوا وانتقلوا، ما زلنا جسد واحد في المسيح. فإذا كنا بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض، تفتكروا وإحنا في الأرض هنا اللي إمكانياتنا محدودة ومشغوليات مطلوب مننا نصلي من أجل بعض؟ تفتكروا القديسين اللي انتقلوا بقالهم قدرات وإمكانيات أكبر وقربة أكتر من ربنا، مش هيصلوا من أجل إخواتهم وأولادهم اللي على الأرض؟ ده حتى في مثل الغني والعازر، اما الغني مات يقول له ارسل العازر لاخواتي، قال له ابراهيم، قال له عند ابراهيم قال له عندهم موسى والانبياء. فدي بتدل على حاجتين، ان اللي فوق بيهتموا باللي على الارض، واللي فوق عارفين، يعني مو ابراهيم كان انتقل لكن عارف ان في موسى والانبياء موجودة متابع، وبالتالي يطلب. صمويل مثلا بعد موته تنبأ عن شاول واللي هيحصل له. ومن اجل هذا لما ربنا جاي يتكلم عن التوبة يقول السماء تفرح والملائكة تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة. معنى كده أن السمائيين سواء ملائكة أو قديسين حاسين بينا وبيتابعوا أحوالنا وبيفرحوا لقيامنا. عشان كده قال على الأطفال إن ملائكتهم يرون وجه أبي كل حين. ننقل لنقطة تاني اللي هي بركة أجساد القديسين. ليه إحنا بنهتم بأجساد القديسين؟ لأن أي قديس قديس بروحه وجسده مع بعض. أي عمل خير عمله، عمله هو بالجسد، عشان كده ربنا هيجازي الواحد عما صنع بالجسد. لو عمل شر عمله بروحه وجسده، لو عمل خير عمله بروحه وجسده، عشان كده هيبقى في قيامة، عشان الإنسان يجازى بالروح والجسد مع بعض. وبالتالي أجساد القديسين بتبقى لها كرامة،
وده اللي شفناه لما الميت وقع على عظام إليشع، قام من الموت على طول. الكتاب يقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ده هما في الأرض، حتى أحيانا بعض القديسين أجسادهم تنور. فاكرين موسى النبي لما ربنا طلع على الجبل بيحط برعه مش قادرين يبصوا لجسده؟ فإذا جسد القديسين بيبقى له كرامة. استفانوس لما جم يرجموه لقوا وجهه أضاء ونور. الفتية الثلاثة لما ألقوهم في الأتون لم تقوى النار على أجسادهم الطاهرة النقية، ما كانش ليهم قوة على أجسادهم. فشفاعتنا بالقديسين مبنية على حقائق كتابية ادينا أمثلة سريعة عنها، والكنيسة بتعلمنا بصورة عملية. يعني مش بتطلب مننا ان يكون فرصة نستفيد بشفاعتنا في القديسين، لا ده بتعلمها لنا جوه الكنيسة. فعشان كده نلاقي الصلوات بتاعتنا مليانة تشفعات وتمجيدات للقديسين، تلاقوا فيها الزكسولوجيات ده تمجيد للقديسين، تلاقوا فيها الهيتنيات، تلاقوا فيها لحن بالشفاعات والدة الإله القديسة مريم، تلاقوا فيها مجمع القديسين سواء في القداس أو سواء في التسبحة، جيوش من القديسين بنذكرهم ونطلب وبنعتبره أمر إلهي، لأن هذا هو يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء، لأن هو وصى كده لما المرأة سكبت الطيب والتلاميذ يعني اتضايقوا، يقول لهم الحق أقول لكم حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما صنعته هذه المرأة تذكارا لها. فذكرى القديسين بيبقى للبركة وللمجد في أوشية الإنجيل. يقول فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. الحل اللي بناخده حتى في التحليل الخدام بناخده من أفواه أبائنا القديسين معلمي الكنيسة، من أفواه الإثنى عشر رسولا ومن فم ناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطار والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسكورس والقديس أثناسيوس. كل دول انتقلوا لكن ما زلنا ناخد الحل من فمهم. في القداس في المجمع في الكورولوس يقول اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طبوية اولئك القديسين، بل هم القيام امام منبر ابنك الوحيد يتشفعون عن مزلتنا وضعفاتنا. كن غافرا لخطايانا تاركا لاثامنا. وفي البسيلي برضو بنقول هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا واحفظنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا. أو انقذنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
الكاهن وهو بيدي بخور تلاقي الكنيسة مزينة بصور القديسين. لما بندخل الكنيسة في بيعلمونا كده ان الواحد من هو داخل يقول اما انا فادخل بيتك اسجد قدام هيكل قدسك بايه؟ بمخافتك. ونقول السلام للكنيسة بيت الملائكة. والكاهن وهو بيلف بالشرية يبدأ يطلب شفاعات القديسين، وبيتزامن ده مع صلاة الهتنيات، هيت النبرزفية، ونقول للملائكة وللقديسين، يبقى عمالين نطلب شفاعتهم والكاهن ماشي يبخر يدي بخور ويطلب شفاعة كل قديس على حدة. كل واحد كده يبص للأيقونة ويطلب ايه الشفاعة بتاعته. والكنيسة بتعلمنا نطلب من أجل بعض. تلاقوا الكهنة يدوا بخور لبعض يقول له أسألك يا أبي القس اذكرني في صلواتك، لو قمص يقول له أسألك يا أبي القمص اذكرني لكي يغفر لي خطاياي. لو أب أصف يقول له أطلب من المسيح حنة لكي يغفر لنا خطايانا. البخور ده صلاة، عشان في ناس تفهم ان بيبخر لأشخاص، لكن دي صلاة. لما يكون أب كاهن قس مع قس يديله يد بخور واحد، لما يكون أمس هيديله يدين وهو بيسأله بيصلوا من أجل بعض. فالتاني يروح الرب يحفظ كهنوتك ملكي صادق وهارون وزكريا وسمعان كهنة الله العلي، فيروح طالب من أجله على طول إن ربنا يحفظ إيه؟ كهنوته. الأب الأسف بياخد ثلاث أيادي، يعني اوعوا تفتكروا الأسف بس هو اللي بيتبخر له، لا، ده الكاهن ياخد يد واحدة، القس القمص ياخد يدين، الأسف ياخد ثلاثة، والشعب بياخد يقول له أما شعبك أنتوا برضو بتاخدوا بخور، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات بيصلي من أجلهم. فدي كلها في الكنيسة بقى في طقوسها بنمارس كل أنواع الشفاعة. شفاعة الأحياء في المنتقلين لما بنذكرهم في المجمع، تفضل يا رب أن تذكر أنفس جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، ونطلب شفاعتهم من أجلنا، شفاعة المنتقلين من أجل الأحياء، ونطلب شفاعة الأحياء في الأحياء. يعني كل الأنواع بنمارسها بتبقى مدرسة عملية لممارسة هذه الروح التقوية المبنية على عقيدة في الكنيسة. طبعا يفوق الكل الست العذراء، الشفاعة فيها درجات. أعلى درجة هي الست العذراء، عشان كده نقول هي تن برزفية بشفاعات، بعديها الملائكة نقول لهم برزفية برضو، بعد العذراء والملائكة، بس العذراء تفوق الملائكة كمان، عشان كده بنقول عليها فخر جنسنا. الآباء الرسل الأول يوحنا المعمدان، لأن ده بشهادة ربنا يسوع المسيح، لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. وبعدين الآباء الرسل، وفي يمكن في مجمع التسبحة القديس يوحنا الحبيب بياخد برزفية مع 144,000 البتوليون، يقول أربرز فينا هريجون وبشيء ما افتو ونشون بيبر سينوس إف أنجيل سيس. وبعد كده الشهداء، وبعد كده القديسين. ست العذراء طبعا ليها مكانة كبيرة
فليها بقى حاجات كتير في الطقس، وحريصين ان في صلوات الأجبية نطلب شفاعتها في الطلبة الثالثة والسادسة من كل صلاة. طبعا انتوا حافظين الصلوات دهيت في الثالثة نقول هي وتلا أنت القرمة الحقيقية، وفي السادسة الكثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا. وفي التاسعة نقول اقبل من لك شفاعة من أجلي نجي مخلص شعبا متواضعا. وفي السادسة ما بنكون لما نظرت على الصليب قالت أما العالم في فرح القبول خلاص أما شايف التعب النظر إلى صلبوتك، وهكذا في كل الصلوات موجودة. في صلوات الستار بتاع الرهبان بقى ليها مكانة خاصة بيستنجدوا بيها لتكون مسنداهم، يقول إذ قد حوينا بك الثقة بك فلا نخزى بل نخلص، واقتنينا معونتك وسطاتك فلا نخاف بل نطرد أعدائنا فنبددهم، ونتخذ ستر معونتك القوية في كل شيء نظير الترس، ونسأل أن نتضرع إليك هاتفين يا ويت تخلصينا بوسائلك وتنهضينا من النوم المظلم إلى التمجيد اللائق بقوة الإله المتجسد منك. في كل الصلوات طبعا بنذكرها. وده اللي بيخلينا لينا علاقة قوية بالقديسين، وتلاقوا في التذكارات بتاعتهم أحيانا الناس تسافر مئات الكيلومترات عشان تحضر تذكار ومناسبة أحد القديسين، في شركة مع القديسين وهم بيبادلونا نفس المشاعر. فبص تلاقي احنا بنذكرهم ونتعلم منهم، وهم برضو يصلوا من أجلنا ويسندونا بشفاعتهم. عقيدة جميلة عملية الحياة عقيدة الشفاعة، ودي بيبين لكم يا أولاد ان العقائد عندنا زي ما بقول لكم دايما ما هيش حاجات للامتحان ولا للمجادلات، بقدر ما هي حياة معاشة بنعيشها بفهم وعمق وقناعة داخلية وبممارسات روحية مفيدة لينا والأبديتنا. أنا يعني مررت مرور سريع بالموضوع، لكن طبعا في أمثلة وتفصيلات كتيرة هتلاقوها في الكتاب، نحبكم تستزيدوا بيها، وندي فرصة للأسئلة اللي عنده سؤالي.